اولا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بغيت نتكلم عليها وكنشكر اللاعبين، يعني كنشد بحراره عليهم لانه المستوى اللي قدموا اليوم لو نيفو تكتيك لو نيفو ديسيبلين كنشكرهم بزاف، لانه الاسبوع اللي اشتغلنا عليه الحمد لله عطى الثمار ديالو. صحيح لان الماتش نيول اثر فينا، ولكن ماتش نيول مع اون ايكيب اللي في مستوى كبير. تنظر لان المقابله كانوا في جوج ديال الاشواط، الشوط الاول كان الدفاع الحسني الجديدي سيفري، هذا ستان تكتيك اللي خدمنا به انه بغينا نخليو لهم الكره كوم سا باش اون دوزيام ميطون يكون عندنا بعض الفراغات. تنظن الشوط الاول كان الدفاع الحسني الجديدي كانوا يسجلوا لنا جوج ديال الاهداف اللي كانت المأمورية ديالنا غتكون صعيبة، لكن خصوصا في الشوط الثاني اللاعبين تبارك الله قدموا مقابلة في المستوى. صحيح لأنه كاين بعض التسرع شيئا ما خصوصا في مربع العمليات، لأنه وصلنا بزاف خصوصا في الشوط الثاني. سي فري الطرد ديال اللاعب ديال الدفاع الحسني الجديدي عطانا الأسبقية، لكن كنظن على أن المقابلة الثانية اللي ضيعنا فيها جوج ديال النقاط، يعني أربعة ديال النقاط. لا يسعني في هذا المنبر هذا انني نشكر اللاعبين على المجهود اللي قاموا به، مجهود مضاعف، لانه يعني كنعرف لي سيركونستانس اللي كتمر منها الفرقه. تنظر على انه بالنسبه ليا كنشكر اللاعبين، المستوى ديال اليوم مستوى جيد وجيد بزاف، وكنتمنى على ان صحيح على ان كان عندنا جوج ديال التفكيرات، لانه عندك مقابله اليوم مقابل مع بركان فيكتيف ريدوي، يعني كنفكروا في بزاف ديال لي بلون كوم سا باش نقدروا نلعبوا جوج ديال المقابلات بنفس المستوى. كنت خايف من الاصابه ديال بعض اللاعبين، سي فري غادي يكون عندنا اصابات اللي خفاف، كنتمنى اننا نريكوبيريوهم. الحمد لله المستوى ديال اللاعبين مزيان، ولكن النتيجه اللي ما كانش في صالحنا، كنتمنى اننا نعوضوها في المقابلات القادمه ان شاء الله.